قال مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة في تقرير صادر عنهم إن شبكات تجارية إجرامية تستخدم إيران نقطة عبور لصادرات فحم صومالية غير مشروعة، تحقق لحركة الشباب الإسلامية المتشددة مكاسب ضريبية تصل إلى ملايين الدولارات سنويا. وأوضح التقرير أن الإمارات هي المستورد الأكبر لذلك المنتج من الفحم الصومالي، منوها إلى أن إيران والإمارات لم تستجب إلى مطالب الأمم المتحدة بالكف عن التجارة مع حركة الشباب الإسلامية المتشددة. وقدر التقرير القيمة الإجمالية لتجارة الفحم الصومالي غير المشروعة بنحو 150 مليون دولار سنويا في الإمارات. جدلية تبدو تصرفات الإمارات مجددا في محيطها ومع دول الجوار، فمن مشاركة في حرب ضروس في اليمن إلى تجارة غير مشروعة مع الصومال وعبر وسيط تدعي خلافها معه ظاهريا، وما كل ذلك إلا لتحقيق مكاسب مادية. حركة الشباب الصومالية لا تزال تجني ملايين الدولارات سنويا من تجارة الفحم، كل هذا رغم حظر الأمم المتحدة على صادرات الفحم الصومالية، وكل ذلك لم يكن ممكنا دون دعم إيراني وإماراتي. ففي موانئ هذا البلد يغلف الفحم في أكياس بيضاء كتب عليها منتج إيراني، وتستخدم الشحنات شهادات منشأ مزورة من جزر القمر وساحل العاج وغانا. يعاد بعد ذلك تحميل الأكياس على زوارق أصغر حجما ترفع العلم الإيراني، وتصدر إلى ميناء الحميرة بدبي في الإمارات باستخدام شهادات منشأ تشير إلى أن الدولة المصنعة للفحم هي إيران. التقرير قدر القيمة الإجمالية لتجارة الفحم الصومالي غير المشروعة بنحو 150 مليون دولار سنويا في الإمارات، حيث يستخدم على نطاق واسع في الطهي وتدخين النرجيلة. لا تزال إذن تجارة الفحم مصدرا رئيسيا لإيرادات حركة الشباب، كما تحقق الحركة ما لا يقل عن 7,500,000 دولار من الضرائب عند نقاط التفتيش. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي حظر صادرات الفحم من الصومال عام 2012 في محاولة منه لقطع التمويل عن حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة. واليوم تكشف التقارير عن تمويل غير مباشر من الإمارات لتلك الحركة المتشددة. وللمزيد ينضم إلينا من مقديشيو الصحفي محمد عبد الشيخ عبر الهاتف، مرحبا بك. إذن هناك حظر من الأمم المتحدة من مجلس الأمن تحديدا منذ عام 2012 على صادرات الفحم الصومالية لقطع الطريق أمام التمويل لجماعات الشباب، لماذا أو برأيك كيف تفسر عدم احترام إيران والإمارات لهذه القرارات الدولية؟ يعني الإمارات العربية المتحدة كانت تصدر تستورد الفحم من الصومال سابقا، لكن منذ أن حضرت الأمم المتحدة يعني استيراد الفحم من الصومال، يعني هي أمضت في قراراتها أنها تستخدم يعني مكيدة وخيانة، حيث تستخدم يعني تقطب عندما نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد محمد عبد الشيخ من مقديشو. أشكره على كل حال، صحفي محمد عبد الشيخ كان معنا من مقديشو.